وفريق في حلب الجنوبي أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ضابط سوري برتبة عقيد في المعارك الدائرة بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة. كما تعرضت مناطق مختلفة في ريف حلب لقصف جوي من قبل طائرات حربية لم تعرف هويتها. وأشنت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الروسي 4 غارات ليلا على جبهتين جنوبية شرقي مدينة حلب، وهو ما خلف دمارا كبيرا في الممتلكات والمنازل.